بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. برنامج الترند النهاردة هيلقي الضوء على موضوعات مهمة جدا، وهنضع عناوين هي في الأساس قد تكون عناوين صحفية لكن عناوين إعلامية تبرز الوضع الحالي للرياضة المصرية وللكرة المصرية بشكل خاص خلال الفترة القادمة. حالة الترند النهاردة هي بالتأكيد جاية برضو ليلة مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام. هنطرح سؤال له علاقة بالمباراة، وفي نفس الوقت هنتابع اللي بيحصل عبر السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، والموضوعات اللي ممكن نطرحها بالنسبة للمرحلة القادمة عشان نفضل دايما في ظهر الفريق وفي ظهر النادي خلال الفترة اللي جاية، لأن الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا تقدروا تقولوا هو الحصاد لنهاية الموسم. فترة حسم الدوري، فترة البطولة الإفريقية، شهر كامل هيكون فيه تفاصيل كتيرة جدا، عشان كده محتاجين نركز على تفاصيل صغيرة بالنسبة للمرحلة الجاية. لكن بسرعة ندخل في حلقة النهاردة ونتكلم على السؤال اللي الناس هتشاركنا من خلال هذا السؤال والإجابة عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا من خلال فيسبوك وتويتر وإنستجرام. والسؤال هو: ما هو توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الجونة غدا بعد مباراة القمة؟ وأكيد ممكن يكون في بعض الغيابات بالنسبة لمباراة الغد. إيه هو التشكيل الأقرب، أو كل واحد شايف التشكيل المناسب اللي ممكن الأهلي يلعب بيه مباراة الجونة؟ الكل يشارك معنا، لأن في نهاية الحلقة إن شاء الله فقرة مخصصة للإجابة أو لعرض إجابات كل المشاهدين وكل المتابعين لبرنامج الترند عبر شاشة قناة النادي الأهلي. لكن بسرعة نبدأ بأهم العناوين وثلاث ترندات في حلقة النهاردة من برنامج الترند. في ترند الأهلي: الفريق يختتم تدريباته الليلة استعداداً للجونة. وفي الترند المحلي: اتحاد الكرة يلغي مساحات كورونا قبل المباريات. وفي الترند العالمي: كوكا أفضل لاعب في المرحلة النهائية للدوري اليوناني. أهلا وسهلا بحضراتكم، ودي كانت العناوين البارزة أو العناوين الأساسية لحلقة النهاردة من برنامج الترند. لكن ترند الترند محتاجين نتكلم بقى إيه في شوية تفاصيل وشوية عناوين كده مهمة، عشان جمهور النادي الأهلي عامل حالة جميلة وحالة طيبة في ظهر الفريق خلال الفترة الأخيرة. هو عنوان في شكله أو تفصيلته عنوان صحفي، لكن هو بيأكد كل المواقف اللي بتحصل حاليا مع النادي الأهلي، وهي بمعنى أدق إن النادي الأهلي بيواجه حرب تكسير عظام خلال الفترة الحالية. بمعنى حرب تكسير العظام مش مباراة كرة قدم فقط، لكن لا، الفكرة في هز الثقة، في تصدير المشاكل، في تنوع الهجمات اللي ممكن تواجهها سواء عبر السوشيال ميديا أو عبر وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة. بمعنى أدق أنت بتواجه، رغم إن احنا بنلعب رياضة وبنلعب كورة، لكن ده متاح وبيحصل في كل دول العالم، وبيحصل في الرياضة الأوروبية، وبيحصل في كرة القدم تحديدا في الدوريات الأوروبية وفي الدوري الإنجليزي. لكن بتبقى ما بين دربيات أو كلاسيكو ما بين نادي وتاني، مجموعات أخرى وأندية تانية. لكن أنت في مصر في الفترة الأخيرة دايما بيتم شيطنة الخطأ اللي ممكن يحصل داخل النادي الأهلي. أي فريق وأي نادي وهو شغال وبيلعب مشواره المحلي والإفريقي أكيد بيبقى عنده إيجابيات وعنده سلبيات. إيجابياتك بتحاول تأكدها وبتشتغل عليها وبتحاول تبرزها، ولو عندك سلبيات بتحاول تعالجها. والإعلام المحايد دوره هنا إنه إزاي يعالج هذه السلبيات بالمنطق وبالعقل وبالموضوعية. لكن أنت هنا بتتعامل مع شيطنة الخطأ، بتتعامل مع مبدأ تكسير عظامك وانت داخل على مراحل حاسمة. مش هدخل في مقارنات أو في مواقف، لأن أنا هقول أمثلة، مش هقول كلام عام، مش هقول أسماء، لكن هقول أمثلة، ومن خلال الأمثلة الناس هتعرف إزاي الإعلام بيتعامل، هل بموضوعية ولا بفكرة تكسير عظام نادي كبير بيمثل مصر في البطولة الإفريقية والمرشح الأبرز ليها بعد شهر لما تنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. لكن هتكلم في الجزئية دي، لكن هبدأ بآخر حدث وآخر موضوع، وهو النهاردة تصريح خرج للأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وقال إن لجنة الحكام برئاسة الكابتن وجيه أحمد تقدمت بمذكرة ضد المهندس عادل القيعي، أحد مقدمي برامج قناة النادي الأهلي. والمهندس عادل القيعي علامة بارزة من علامات الإعلام الرياضي وإعلام النادي الأهلي بشكل خاص، وإحالته للجنة الانضباط خلال الفترة القادمة. وهو السؤال الأبرز هنا: هل المهندس عادل القيعي هو أحد
عناصر اللعبة؟ هل هو لاعب؟ هل هو إداري؟ هل هو مسؤول ضمن الأجهزة الفنية لفرق كرة القدم اللي بتشارك في الدوري العام؟ هل هو عضو مجلس إدارة؟ لائحة الانضباط بتحدد الإطار اللي على أساسه بتحاسب عليه أي طرف أو أي عنصر من عناصر اللعبة لما بيخرج عن النص. هنيجي على الخروج عن النص وهنتكلم فيها دلوقتي، بس أنا بتكلم في الجزء اللائحي، بتكلم لائحة الانضباط لما بتيجي تحاسب أي حد بتشوف اللائحة نفسها الشخص المنوض بالحساب أمامها عنصر من عناصر اللعبة ولا لا. ده جزء أساسي لازم نتكلم عليه في البداية. مهندس عبد القيعي ليس عنصر من عناصر اللعبة. مهندس عبد القيعي إعلامي، وإعلامي بارز، وإعلامي من الإعلاميين اللي ليهم شعبية كبيرة جدا والناس بتثق فيه جدا وبتحب تستمع جدا لآرائه، لأنه أحد العلامات البارزة في الإعلام الرياضي وإعلام النادي الأهلي تحديدا خلال آخر 25-30 سنة. لكن لائحة الانضباط هل فيها ما يفيد إن في بند يعاقب أحد مقدمي البرامج؟ طب الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف الصحفيين حتى والإعلاميين طالما بناخد هذا القياس في أماكن أخرى، مين المسؤول عنهم؟ هل لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تقدر تحاسب أي مسؤول لما بيهاجم بقى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؟ طب دي في البداية. الجزئية الثانية، إيه اللي اتقال غلط؟ أو إيه التصريحات اللي صدرت عن المهندس عادل القيعي كان فيها غلط؟ الراجل اتكلم بكل منطق واتكلم في أحداث المباراة بشكل سليم وما قالش أي حاجة غلط. هل محللي التحكيم اللي طلعوا اتكلموا على أداء الحكم هم كمان اتحولوا لجنة انضباط؟ ومحللي التحكيم بقى أنت بتتكلم مش محللين تحكيم عاديين، لا ده منهم محاضر دولي وحكم دولي سابق ورئيس لجنة حكام سابق، اتكلموا بكل شفافية على التحكيم وقالوا أخطاء الحكم الكرواتي وقالوا الأخطاء الفجة اللي حصلت من الحكم الكرواتي، وقالوا كمان إن المساعدين اللي كانوا موجودين في غرفة تقنية الفار مش حكام دوليين. هل ده هنا أخطأ؟ هل هنا كان في مشكلة؟ تمام؟ أنا بتكلم على الحكام المصريين اللي طلعوا واتكلموا، هل هيتم إحالتهم لجنة انضباط؟ أنت بتتكلم في أخطاء تحكيمية واضحة، وبتتكلم عن خطأ من لجنة الحكام في كيفية اختيار حكم أدار من قبل مباراة للأهلي في البطولة، كانت فيها أخطاء تحكيمية، وحكم ليس من حكام الصفوة. حكم تاريخه معروف بالنسبة للجميع، لما يطلع إعلامي ويتكلم مع جمهوره ويشرح الأحداث ويسرد الأحداث، هل هنا في خروج عن النص؟ كلمة لجنة الانضباط أو كلمة لائحة الانضباط في ناس تانية هي اللي لازم تتحاسب عليها، في شكاوي تانية محطوطة في الدرج بقالها شهور ما طلعتش، هنا المفروض الناس دي هي اللي تتحاسب من لجنة الانضباط. هنا كفة أو معيار العدالة داخل الجبلاية ما أصبحش متوازن، أصبحت في كفة على حساب كفة وواضحة على الملأ وبقت بشكل واضح جدا قدام كل الناس. أنت هنا مش هقول اللي أنت خدت قرار، لا ده أنت زنقت نفسك في قرار مهم جدا، أنت زنقت نفسك في قرار مهم جدا. هذا القرار أو هذا التصريح لما يطلع من المدير التنفيذي لاتحاد الكورة، أنت هنا زنقت نفسك في قرار مهم جدا، والحساب هيبقى من اللحظة دي أو مش هيبقى من اللحظة، لأنه كان فيه قبل كده حسابات سابقة وما حصلتش فيها حاجة، وقلت فيه شكاوي في الدرج وما حصلش فيها أي حاجة، والله أعلم هيحصل فيها ولا مش هيحصل فيها، لكن هنشوف في الساعات الجاية، لأن في خطوات مهمة جدا إن شاء الله هنتابعها في الفترة اللي جاية بخصوص هذا الأمر تحديدا. تفعيل دور لجنة الانضباط في أمور كثيرة جدا، تفعيل دور لجنة القيم في أمور كثيرة جدا، وفي أمور كتير قوي 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 الفترة الجاية لازم يبقى الحساب فيها بالورقة والقلم. لكن في البداية وفي النهاية مهندس عبد القيعي ليس عنصر من عناصر اللعبة. الكلام ده على فكرة مش كلامي، الكلام ده كلام ناس مختصين في اللوائح داخل اتحاد الكرة المصري، الكلام ده كلام ناس مختصة في اللوائح داخل اتحاد الكرة المصري. وأشك، بل مش أشك، لا أنا متأكد 100% إن لجنة الحكام لما خدت هذا الأمر إن تقدم مذكرة أكيد الطلب منها تقدم شيء معين، أكيد الطلب منها تقدم حاجة معينة، لأن مش مجلس الإدارة اللي هيتخذ القرار، لجنة الحكام اللي هتتخذ القرار، ولجنة الحكام في تشكيلها الجديد ما تعرفش هي لجنة حكام مؤقتة ولا لجنة حكام مكتملة ولا هي لجنة حكام بتدير الموضوع إزاي. ما كفاية الأخطاء اللي موجودة حتى في مسألة تقنية الفار والحكام الدوليين. يا راجل يا طيب، ده أنت ما عندكش حكم واعد تحت 30 سنة، روح شوف مشاكلك الداخلية عندك في التحكيم وبعد كده بص على اللي بيتقال في الإعلام. أنت ما عندكش حكم واعد تحت 30 سنة،
لما الاتحاد الافريقي يختار صفوه الحكام الواعدين في الفتره الجايه وما يكونش فيها حكم مصري، تقفل على نفسك المكتب وتقعد تبص في ورقك وتذاكر وتشتغل وتشوف مشاكلك فين. لما تجيب حكم لمباراه القمه تجيب حكم محترف، حكم نخبه، حكم من حكام الصفوه، مش تجيب حكم لا موجود في كاس العالم 2010 ولا 14 ولا 18. اختاروا اختيارات صحيحه ما تكونش فيها اي شبهه او اي فيها تفاصيل، عشان في النهايه الحكم ده لما يغلط انت تبقى عملت الهوم ورك بتاعك، محدش يقدر يلومك. لكن ما تبقاش عامل انت الواجب بتاعك صح وتيجي تلوم على الاعلام لما بيقيم شغلك، تقول له لا انت ازاي تتكلم على شغلي، انت مش شغال صح. فما تلومش الاعلام اللي دوره انه يقيم شغلك انه ما يتكلمش، خاصه لما بيتكلم بيتكلم بادب وبيتكلم باحترام، بيتكلم بقوانين لعبه، بيتكلم باخطاء تحكيميه واضحة في الملعب قدام الكل، مش بيتكلم كلام عام وانت حكم كذا وانت حكم كذا وانت يا رئيس اللجنة فاكر الإعلان كذا ولا عملت كذا ولا في مكالمة كذا. ما الحاجات دي موجودة. وبالمناسبة اللي اتقال على الكابتن وجاي أحمد من سنتين لا يسقط بالتقادم. لائحة الانضباط قالت لو في حد اتهم عنصر من عناصر التحكيم بالفساد في اللحظة دي لو بعد سنتين ممكن تتحرك شكوى، لأن شكوى الفساد هنا لا تسقط بالتقادم. ده مش كلامي، ده كلام لائحة الانضباط اللي انت على أساسها عايز تحاسب عنصر إعلامي أو مقدم برامج كبير وذو صفة وشخصية قديرة في أمر ليس من اختصاصك اللي انت تتكلم معاه أساسا. فبالتالي انتوا عندكم مشاكل كتير حلوها، لأن مبنى الجبلية مليان مشاكل كثيرة جدا، وخلوا كفة العدالة متساوية، لأن احنا داخلين في المرحلة الجاية داخلين في مراحل صعبة. تمام. عناصر اللعبه نفسها بقى، المباراه اللي فاتت اللي كانت بتلعب على استاد الكليه الحربيه، التصريحات اللي نزلت في بعض المواقع، احد اللاعبين الاجانب في احدى الانديه اللي في المركز الثاني او في الوصيف، انا ما بحبش اقول اسامي، تصريحات نزلت في الجرايد وفي كل المواقع. انت المفروض هنا اتحاد الكره كنت تعمل ايه؟ تستدعي اللاعب، هل التصريحات دي صحيحه ولا غير صحيحه، وتستند الى اي شيء من الموقع لنشر هذا التصريح، التصريحات دي صح ولا غلط. ده دورك انت هنا، لان في تصريحات بتنزل في بعض المواقع وفي بعض الصحف، وفي تصريحات صوت وصوره انت بتسمعها بودنك بس بتعمل نفسك مش شايف. ليه؟ ده الاسباب كتير. وبالمناسبه عمر الرياضه ما كان فيها حصانه، عمر الرياضه ما كان فيها حصانه. شوفوا الاتحاد الدولي بيحصل فيه ايه، شوف جياني انفانتينو في التوقيت ده بيحصل فيه ايه، عمر الرياضه ما كان فيها حصانه. ركزوا على العنوان ده لان الكلام ده مهم جدا بالنسبه للمرحله الجايه. وانا قلت لكم بالنسبه للمرحله دي انت في معركه او في حرب تكسير عظام، وانت داخل على معترك نهائي افريقيا او نصف نهائي افريقيا ان شاء الله. فالمرحله دي جمهور النادي الاهلي ايه الحمد لله فاهم جدا وواعي جدا، وعمر جمهور الاهلي ما كان لجنه او لجان او كتايب. اللي بيشتغل بطريقه اللجان والكتايب هو اللي عارف المعنى فبيكتبه فبيوصفه، لكن جمهور النادي الاهلي عارف مصلحة ناديه وما بيدافعش عن شخص. جمهور الأهلي بيدافع عن النادي الأهلي لأنه عارف كويس جدا أن الإعلام الحالي ما بقاش إعلام موضوعي. الإعلام الحالي أو معظمه اللي ظاهر كان بيشتغل في إعلام أحد الأندية، فطبيعي لما ياخد اتجاه واخد اتجاه لأنه سكريبت متحدد ليه إيه سكته وإيه اللي هيقوله. فحرب تكسير العظام اللي احنا بنواجهها في الفترة الحالية احنا أبدا ما هنكون رد فعل ولا هنبقى فعل، احنا هنركز في شغلنا وهنركز مع فرقة الكورة، ولو عندنا أخطاء وفي أخطاء لازم نعمل جرس إنذار للمرحلة الجاية عشان نعالج أخطائنا. ممكن يكون في أخطاء، وفي الوارد ممكن يكون في أخطاء ولازم تتصلح ولازم تتعالج، لكن في النهاية لازم تحط الثقة في صفوف اللعيبة، ولازم تضع الثقة بين الجهاز الفني واللعيبة عشان المرحلة الجاية. أنت في مرحلة حسم، بقول لكم أنت قدام 30 يوم مرحلة حسم، حسم الدوري ومباراة الوداد البيضاوي المغربي. صدقوني والله الحصاد الموسم ده كله في الشهر ده، فخدوا بالكم كويس قوي، لان لو هنعمل مقارنه ما بين الاعلام الموضوع اللي بيشوف اخطاء الاهلي باخطاء الوصيف او المركز الثاني، لا 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 مفيش مقارنه. يعني عمر الاهلي ما تحول لجنه انضباط في الاتحاد الدولي ولا توقف له قيد، هل في اعلام طلع يتكلم على الموضوع ده لما قبل كده استانف على المحكمه الرياضيه؟ هل الاهلي توقف له قيد في الاتحاد الدولي؟ هل الاهلي توقف له قيد وتحول لجنه انضباط في الاتحاد الدولي؟ هل في اعلام ناقش الموضوع ده؟ لا، يناقش موضوع تاني، موضوع رمضان صبحي. لعيب هرب وخد حكم بغرامه، هل اعلام يناقش الموضوع ده؟ لا ما يناقش الموضوع ده، يناقش موضوع وليد سليمان.
تخيلوا يعني يناقش موضوع وليد سليمان، بتبقى عندك حاجات واضحة وصريحة وقرارات ومواقف واضحة، لكن الإعلام مش موضوعي فما يناقشهاش، لازم يصدر لك المشكلة والخطأ. طيب بالنسبة لوليد سليمان، وليد سليمان من اللعيبة اللي خلال 9 سنين عمل إنجازات وحقق بطولات ما حققهاش لعيب أو ربع إنجازات لعيب في فرقة تانية ممكن بتحاول تنال من وليد سليمان. يعني أنا هتكلم مثلا عن دوري 2019-2020، وليد سليمان لعب 19 مباراة. بالمقارنة مثلا لو طارق حامد لاعب نادي الزمالك اللي دايما بيتقال عليه كلام كتير جدا وفي مواقف كثيرة جدا بنشوفها في الملعب، وكانت في مباراة القمة الأخيرة ضرب عمرو السولية على راسه وهو بيسدد الكورة، اللعب على أنكل حمدي فتحي وكانت واضحة وصريحة، لكن محدش بيركز على الحاجات دي. حتى وليد لما زار محمد عبد الشافي عشان يطمئن عليه انه احد زملائه السابقين، مش في صيغه اعتذار، بيطمن على عبد الشافي، لكن الناس ما خدتش الكلام ده وبصت على بيان ما كانش ليه اي معنى وبيان ملوش اي قيمه. لكن في النهايه بصوا المقارنه اللي قدامكم بين وليد سليمان وطارق حامد. وليد سليمان لعب 19 مباراه خد انذار واحد، طارق حامد لعب 13 مباراه خد 3 انذارات. وليد سليمان ما اتطردش، طارق حامد اتطرد السنه دي مرتين. الاخطاء على وليد سليمان 22، الاخطاء على طارق حامد 32. ده انت بتتكلم في احصائيه بس السنه دي 2019-2020 في الدوري العام بس. حبيت بس ارصد لكم الاحصائيه بالشكل ده عشان اوصف لكم الواقع بالارقام، لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل، لكن في النهايه الاحصائيه دي تقول لكم الناس دي عايزه توصل لمرحله وليد سليمان يبقى في اطار ايه او يتحط بين قوسين يبقى ايه. لكن وليد سليمان احد لاعبي واحد اساطير النادي الاهلي اللي حققه في ال9 سنين ما حققوش لعيب او ربع اللي حققه لعيب تاني في فرقه تانيه في وصيف او مركز تاني او تالت خلال 9 سنين او حتى منذ حوالي 112 سنه. اخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.